أن الله إستجاب دعاء زكريا فوهبه ذرية وكان زكريا قد يأس من الولد وفي هذا نداء لكل عقيم لكل عقيم على أديم الارض قد يقول الطبيب ما ينفع ويقول الطبيب مستحيل ويقول كل أحد الأمور المادية والمؤشرات التي بين يدينا تقول انت لا تنجب او انت لا تنجبين الذي بيده ذلك وبيده الامر كله هو الله فمن افضل علاجات العقم على الاطلاق اسمعها واحفظها ودونها رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له وسوره الانبياء مرت على الأنبياء كلهم نوح إبراهيم ظنون أيوب زكريا وكل أعطاه الله عطية تحار العقول فيها لذلك يقول لي راقي من رقاة الرياض المشاهير يقول كنت أرقي رجل مسكين جلس بلغ 42 سنة أتاه القلق والاكتئاب والألم النفسي وزوجته كذلك قال الاطباء يا شيخ يقولون ما فيه امل قلت هذول مخلوقين ام خالقين؟ قال لا هم مخلوقين قلت باقي الخالق اللي عنده امر كن فيكون خلك معه واطلب الط... واطلب العلاج انا لا ادعو ان الانسان يترك العلاج لا اللي يعالج لي... للذريه عالج واذهب للطبيب والحقن المجهري وغير ذلك وطفل الانابيب بالشروط الشرعيه لا حرج في ذلك لكن اقول حتى طفل الانابيب قد يفشل بل الزواج يقول الاطباء انت لا باس فيك وانت لا عله فيك ولا يوجد ذريه لان الوهاب ما وهب يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه حتى يهبك الوهاب يقول قلت له طيب يا شيخ مع العلاج ومع الرقية أدع يقول هذا حملت زوجته وأتى للراقي يبشره من الله يقول والله انقطع عنها دورتها وكنا نعرف أن عندها لخبطة في الدورة لكن قلنا بعد ثلاثة شهور روح نكشف فعند التحليل قالت الطبيبة مبروك حامل فالتفتت إلى الطبيبة قالت يمكن خطأ في المختبر ومسكينة يقول قلت لها ماذا فعلتي قالت يا ابو فلان بس ما تزعل علي غرفة عندنا في البيت وضعت السجادة ووضعت سرير طفل هي ما عندها أطفال وضعت سرير طفل وحطيتها السترة وأصلي وإذا سلمت رفعت يدي يا رب اجعل هالطفل هالسرير يهتز بطفل لي ارحم ضعفي يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا اذهب للطبيب والحقن المجهري وغير ذلك وطفل الأنابيب بالشروط الشرعية لا حرج في ذلك لكن أقول حتى طفل الأنابيب قد يفشل بل الزواج يقول الأطباء أنت لا بأس فيك وأنت لا علة فيك ولا يوجد ذرية لأن الوهاب ما وهب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه حتى يهبك الوهاب يقول قلت له طيب يا شيخ مع العلاج ومع الرقية أدع يقول هذا حملت زوجته وأتى للراقي يبشره من الله يقول والله انقطع عنها دورتها وكنا نعرف إن عندها لخبطة في الدورة لكن قلنا بعد ثلاثة شهور روح نكشف فعند التحليل قالت الطبيبة مبروك حامل فالتفتت إلى الطبيبة قالت يمكن خطأ في المختبر ومسكينة يقول قلت لها ماذا فعلتي قالت يا أبو فلان بس ما تزعل علي غرفة عندنا في البيت وضعت السجادة ووضعت سرير طفل هي ما عندها أطفال وضعت سرير طفل وحطيتها السترة وأصلي وإذا سلمت رفعت يدي يا رب اجعل هالطفل هالسرير يهتز بطفل لي ارحم ضعفي يا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا